هاي يا جي. تعالي بس، تعالي تعالي. ايه هو في ايه؟ ايه 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 اللي بيحصل؟ لذيذ مش كده؟ لا هي وصلت للذيذ. لا انا افهم بقى، انا مش كده مش فاهمه حاجه خالص. طب فهميني. طيب قولي لي ايه اللي بيحصل. اقفي كلميني، بكلمك رباتك. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ها لا ما هو انا مستغربه بصراحه يا شهد. مستغربه ايه؟ يعني ازاي انت لحقتي تنسي ادهم كده على طول، وهو لحق ينسى جميله كده على طول؟ مش فاهمه. طب بصي يا جايده، ادهم كان بالنسبه لي حلو، بس احنا ما عشناهوش سوا، يعني بقى مجرد تفكير. ف بيني وبينك يعني لما لقيت حد معجب بيا وفي ما بيني وبينه حاجات مشتركه، فقلت ليه لا، ما يمكن ادي لنفسي فرصه. طب وهو؟ مش عارف، بس هو اكيد يعني مش هيفضل معلق نفسه بيها وهو عارف ان هي مش بتحبه، ولا ايه؟ مش عارف. بصي عامه خدوا وقتكم وشوفوا الدنيا هتعمل ايه، بس ما تتسرعيش. اوكي عايزه اوريكي بقى اخترت ايه لصابرين عشان خطوبتها. بصي اظن كده يبقى المشروع تمام. والله الله ينور، بس يعني هو مش تمام قوي. ليه؟ انا ناسي حاجه؟ كل بس وانا هقول. يا بنتي قولي لي في ايه، انا ناسي ايه؟ يا عم كل وانا هقول لك. اهو ما باكل، بس قولي لي ناسي ايه. ناسي يا سيدي ان احنا شركه في المشروع ده، وانا لسه لحد دلوقتي ما دفعتلكش ولا مليم. يا شيخ حرام عليك خضتيني، يعني انا سهران طول الليل على المشروع، افتكرت حاجه ناسيها بجد؟ الله، ما هو ده بجد. هو انا بهزر ولا انت بقى مش عايز نبقى شريكه معاك فيه؟ اولا انا اللي قلت تعالى شاركيني، ازاي مش عايزك شريكه معايا فيه؟ طب خلاص يبقى تمام قوي. بص انا مش هتكسف منك، انا بصراحه معيش اي كاش ادفعه في المشروع ده، فانا مضطر ان انا ابيع عربيتي، عشان اكيد مش هطلب من ابويا او عمرو فلوس عشان حاجه زي دي. وللاسف ورث امي كله تحت ايد ابويا، وهو متحكم في كل حاجه. فايه رايك بقى تطلع جدع معايا وتساعدني ان انا ابيع العربيه؟ مش هيحصل. اولا فكره المشروع جات لي منك، ادي مشاركه. ثانيا كل البنات اللي هتيجي تتعلم عندنا هتيجي على حس حضرتك، ادي مشاركه تانية، مش محتاج تدفع فلوس. بقول لك ايه يا فاروق، انا كده كده هبيع العربيه، هتساعدني ان انا ابيعها ولا اروح ابيعها بره بقى وحد يضحك عليا وياخدها بربع الثمن؟ هو انا هشتريها منك بس بالتقسيط، وخليها معاكي لما اكمل قسطها يبقى اديها لي. هو انا عيله صغيره هتضحك عليا؟ ما تخلص يا عم فاروق في ايه؟ طب بص يا اش، انا هحسب تكاليف المشروع ده بما يرضي الله، ونقسمه بالنص بيني وبينك، والنص بتاع حضرتك هنخصمه من الاربعه. اظن كده كويس. النص بتاعي هنخصمه من الارباح. بص ولو ان الحال ده هيطول قوي معانا، بس هو الطف حل، انا موافقه. ديل. اكل بقى. اتفضل. شكرا. الف هنا. بيطول ايه؟ هو انت ناويه تمشي بدري ولا ايه؟